أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحضور حفل افتتاح الدورة 42 للجنة التراث العالمي برئاسة مملكة البحرين التي تقام تحت رعاية جلالة الملك المفدى في المسرح الوطني مساء اليوم. وأكد سموه أن استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع الدولي بعد فوزها برئاسة اللجنة نهاية العام الماضي تمثل لحظة هامة في مسار جهود المملكة المميزة لإبراز هويتها الثقافية والتاريخية العريقة برعاية واهتمام متواصل من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ورحب سموه بانعقاد الاجتماع الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ويضم أكثر من 2000 خبير في مجال التراث الثقافي والطبيعي منوها بالتعاون بين المنظمة والبحرين على كافة المستويات والتواصل الحيوي الذي أثمر عن إدراج موقعين في المملكة على قائمة التراث العالمي واستمر ليشمل العديد من المجالات التعليمية والثقافية. وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد إن البحرين تستمد قوة حضورها في المشهد الثقافي الدولي من مقوماتها التراثية والثقافية المرتكزة على هويتها الحضارية الأصيلة التي جعلت من التنوع مصدر قوة يرفد نماءها وتطورها ويتجاوز صغر المساحة لبلوغ آفاق رحبة عبر الانفتاح على العالم والحرص على التبادل المعرفي مما عززه موقع البحرين الجغرافي عبر الزمن. ونوه سموه بجهود لجنة التراث العالمي في توثيق تاريخ وتراث وثقافة المجتمعات الإنسانية وتعزيز التواصل الإنساني من خلال ذلك بما يثريه ويمنحه العمق المعرفي والعلمي الذي يرسخ أثره ويضاعف من مردوده، متمنيا سموه لأعمال الدورة التوفيق في الوصول إلى المزيد من التنسيق والتعاون فيما يحقق أهدافها. وقد ألقت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار كلمة أكدت فيها أن انعقاد أعمال الدورة 42 للجنة التراث العالمي يعتبر حدثا تاريخيا بالغ الأهمية بالنسبة لمملكة البحرين والتي تم انتخابها أثناء المؤتمر العام الأخير لليونسكو الذي عقد في نوفمبر عام 2017 كعضو في لجنة التراث العالمي وأيضا كرئيس للجنة التراث العالمي لعام 2018، ما يجسد رؤية مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله الداعم الأول للثقافة والتراث في مملكة البحرين. ورحبت معالي رئيس الهيئة بالمدير العام الجديد لليونسكو السيدة أودري أزولاي وبالمشاركين في اجتماع لجنة التراث العالمي والفعاليات المصاحبة، مشيرة إلى أنه وبدعم من جلالة الملك المفدى وتوجيه حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء، شجعت البحرين بقوة وبالتعاون مع اليونسكو على جعل الثقافة والتراث الثقافي أولوية لتعليم الأجيال الشابة وتعزيز الهوية. وأعربت عن تطلعها لأن تكون أعمال الدورة 42 مثمرة وأن تظل البحرين واحدة من المعالم البارزة في برامج منظمة اليونسكو لتعزيز أواصر التعاون الدولي وحماية المواقع التاريخية والآثار والمناظر الطبيعية، وذلك من أجل مد جسور الحوار بين الثقافات وتحقيق الازدهار لجميع الشعوب.
كما ألقت معالي الشيخة هيا بنت راشد الخليفة رئيس الدورة 42 للجنة التراث العالمي كلمة رحبت فيها بالمشاركين في هذا الاجتماع السنوي الذي تنظمه اليونسكو بالتعاون مع مملكة البحرين اليوم، برعاية كريمة وسامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد، ما يؤكد الأهمية البالغة التي تليها مملكة البحرين لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه، عملا بأحكام الاتفاقية الدولية لليونسكو لسنة 1972. وألقت السيدة أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو كلمة شكرت فيها مملكة البحرين على احتضان أعمال الدورة الحالية للجنة التراث العالمي، معتبرة استضافة هذه الدورة في دولة عربية له أهمية خاصة لما تتسم به المنطقة من مخزون تاريخي وتراثي غني يجب التعاون للحفاظ عليه والتعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجه الجهود الهادفة لتحقيق ذلك، متطلعة لأن تثمر أعمال الدورة 42 للجنة التراث العالمي عن المزيد من العمل المستدام من أجل نتائج تلامس واقع المجتمعات والذاكرة الإنسانية. وفي كلمة للسيد لي بيونغ هون رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو أعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على هذه الاستضافة، منوها بعمل لجنة التراث العالمي في الإسهام في الحفاظ على التراث الإنساني ودعم العمل المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، فالثقافة والعلوم غاية سامية تخدم نمو الأمم وازدهارها وأسباب استقرارها، ما يحفز الدورة المحورية لليونسكو لبلورة رسالة المنظمة في هذا الجانب. احتضان البحرين لأعمال اجتماع لجنة التراث العالمي 42 استند على قوام تلك المبادرات الثقافية والتراثية التي تتبناها المملكة والمتمثلة بمناداتها دائما على استمرارية فرض الحماية التامة لمتنوع مواقع التراث في البلدان العربية، فضلا عن استضافتها لمختلف المراكز المعنية بصون الإرث الحضاري الثقافي والطبيعي أينما كان، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير نحو أحقية فوز البحرين بعضوية لجنة التراث العالمي لأربع سنوات قادمة وترأسها المستحق لفعاليات الاجتماع الذي يقام على أرضها. كل أمل أن تكون الدورة 42 مثمرة للغاية وأن تظل البحرين واحدة من المعالم البارزة على طريق الخطة الطويلة المدى التي رسمتها منظمة اليونسكو منذ صياغة الاتفاقية لتحقيق الحلم المتمثل في تعزيز أواصر التعاون الدولي وحماية معالمنا وآثارنا ومواقعنا الطبيعية التي هي كنزنا الذي نفخر به على الدوام، وذلك من أجل مد جسور الحوار بين الثقافات وتحقيق الازدهار لجميع الشعوب التي تعتز بتراثنا المشترك. حدث ثقافي عالمي استثنائي تداعت فيه الأطراف كافة للوقوف على مجمل التحديات التي تواجه مقامات التراث العالمي، من تهميش بطله الإنسان أو تدمير جلبته الحروب، لتأتي بتبعات سلبية تستهدف قيمتها الأثرية التي وجدت بفعل حضارات تاريخية نالت التعب من شعوبها وأضناها لتبدع في بنائها على الوجه الذي قوبل بإنصاف التاريخ لها لعظيم مكنونها الأخاذ. عندما تأتي بلد ويدمر تراث هذا البلد معناه أن الإنسان نفسه دمر، يعني نزع الإنسان من المكان الذي يعيش فيه وتدمير مواقع التي هي شخصية هذا الإنسان وليست فقط مصدر اعتزاز لكن مصدر يعني مكان يقف وينظر للمستقبل من خلاله. لذلك اليونسكو تقوم بأعمال جليلة حقيقة. إبراز الدور اللي تلعبه البحرين لا سيما في المملكة وكذلك خارج المملكة في الدعم للدول العربية وخاصة الدول اللي تعاني من الأزمات والحروب. إذن من المحاور الأساسية التي تطرح أثناء هذه اللجنة هو كيف نساعد الدول التي تعتبر خاصة في هذا المنطقة في الخليج والشرق الأوسط منبع الحضارات، كيف نساعد على الحفاظ على هذا التراث الذي للأسف دمر. طبعا بداية يجب أنه يكون هناك ملاحظة للمواقع المهددة بالخطر ومن ثم تسجيلها من أجل حمايتها وصونها،
وهناك طبعا جهات اخرى ولجان اخرى يعني اعمال كثيره، ولكن اللجنه هي تنظر في المواقع التي تقدم لها، وهناك ايضا هيئات وجهات ولجان اخرى تتابع المواقع المهدده بالخطر. ألف موقع تراثي تضمها 164 دولة تم تسجيلها لتدرج ضمن قائمة أشهر الأماكن التراثية على مستوى العالم، وذلك باعتماد رسمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، إقرار يزيد من حجم مسؤولية المجتمع الدولي بالتزامه اللامحدود إزاء أي أضرار قد تتعرض له تلك المواقع عبر توسيع حدود العناية الشاملة لها. اليوم طوق كبير للدول لتسجل مواقع أكثر، وهذا مما جعل العدد يرتفع وفاق 1000 موقع الآن، وهذا مفهوم وأظنه أمر يحمد، لأنه من خلال هنالك إرادة رعاية وحماية هذه المواقع. ولكن بالطبع اليونسكو وهذه اللجنة ستنظر في هذه الدورة في مواقع وضعت على قائمة المواقع المهددة، ونرى الوضعية، وربما تخرج بعض المواقع من هذه القائمة وتدخل مواقع أخرى. هي اللجنة مهتمة بأنها تنظر في وضع التراث العالمي في أو يعني المناطق اللي فيها خطر أو المناطق الأخرى. في عدد كبير من الموضوعات هيطرح للمناقشة. أنا أتمنى أن يكون في اهتمام أكبر من لجنة التراث العالمي للمناطق اللي بتعاني من تدمير أو من سرقة لتراثها، وخصوصا في منطقتنا العربية. ويمثل اجتماع لجنة التراث العالمي فرصة مثلى لما يزيد على 500 مشارك لتبادل الخبرات فيما بينهم وعلى مدار 11 يوما. هي نشرة مطلقة انبرت لها جهود دولية أجمعت على ضرورة الذود عن مواقع التراث التاريخي والطبيعي أينما وجدت في المعمورة جمعاء، عبر توجيه الاهتمام البالغ لها وتسخير الإمكانات كافة من أجل الحفاظ على بيئات الإرث الحضاري من أي انتهاك قد تتعرض له. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.